يا ربي انا شفت عمدان المرمر دي فين قبل كده. هاتي بوس خبر. ايه اللي جابك هنا؟ انت مش عارف ان ده ممنوع. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ كنت بدور على واحده اسمها مدام سوسه، وكل ما اسال حد يقول لي عندك هناك عندك هناك عندك هناك. هي عندك وعندك هناك دي تبقى فين؟ ها وعايز بقى مدام سوسه في ايه؟ لا 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 ما تبصليش البصات دي، يعني عاوزها ليه؟ شغل طبعا. وشغل ايه بقى اللي بينك وبينها؟ شغل ابوكي، عايزني اعمل بوليس التامين على المص المهراجه. اه قول كده. انت بتغيري عليا يا بيضه يا مجنونه. مفتاح، عيب الكلام ده مش هنا. طب قطه واحده بس، قطه ونام. مفتاح عقل. عقل؟ هو حد يشوفك ويبقى عنده عقل يا بيضه يا مجنونه يا ام الشعر اصفر؟ نرمة يا مسكتي اوديك فين؟ مش عارف. تخش في الخزنه؟ خزنه ايه؟ الدنيا حاره جدا. طب انزل فين؟ ايه نرمة؟ ايوه يا مدام. مين اللي علينا باتشيه هنا؟ انا يا مدام. طيب خلي بالك كويس، البوليس والمدير جايين في السكه عشان يشيلوا المصط المهرجه هنا، مش عندي حد يخش بالمره. حاضر يا مدام، ما حدش هيخش هنا ابدا. الله، مالك يا مرفت بتعلي وتوطي كده ليه؟ اصل عندي ظبطه. يا سلام، وهي الظبطه تخليكي تتنططي بالشكل ده؟ اشربي لي كوبايه ميه. حاضر. اسمعي، فتحي عينك كويس. عطشي. ايشور ركشاك ايه؟ listen boys، احنا مش لازم نضيع وقت، لازم ناخد الالماظه ونرجع في ظرف 24 ساعه، وانا نازل دلوقتي عشان اراقب الجو. wait for me مارشيلو. يا جنازه مين دي يا بص؟ جنازه 5 مليون استرليني. كمان الخطة جي هتتغير بالخطة سي. العملية مش هتتم من جناح المهراجة لأنهم حطوا الألماظة ببنك الأوتيل. لكن العملية من بنك الأوتيل مخاطرة. أنا عايز أعرف أنت الزعيم ولا أنا؟ يو ذن شارك. ميرفت اكتبي حافظة خزينة باسم فخامة المهرجة. فيري جود، أنا دلوقتي ريلاكس مرتاح. وإحنا تهمنا راحتك يا مستر هامفري. أما لوكاندا غريبة جدا. في إيه يا فندم؟ أي خدمة؟ الواحد رايز في اللوكاندا بتاعتكوا دي. ليه يا فندم؟ كل ما أسأل عن حاجة ما أخدش جواب يريحني أبدا. ليه بس؟ ثم أنا مش متعتع من هنا إلا ما أشوف الولية دي راحت فين. ولية؟ ولية مين؟ إحنا عندنا هنا ولاية؟ الولية اللي اسمها مدام سوسة. مالها يا فندم؟ مش تترزع في مكتبها عشان الواحد يعرف يلاقيها؟ يا هانم، الولية دي مدوخان السبع دخات، أسأل عليها هنا يقولوا لي هناك، أروح هناك يقولوا لي هناك، لما تعبت قلب الله يتعب قلبها. ثم بذمتك يا هانم بذمتك، يصح أوتيل عظيم فخم زي ده يشغل واحدة اسمها سوسة؟ سوسة؟ ده لازم والدتها اسمها مدام دبانة. مدام سوسة، في حاجة؟ المدير عايز حضرتك. أنا جاية حالا. سوسة؟ أنا؟ يا نهار مش فايت، هو حضرتك؟ مدام سوسة. أنا آسف يا فندم، أنا اتبليت، والله العظيم أنا مبلول. أرجوك تصفحي عني، اللي ما يعرفك يجهلك، أرجوك تسامحيني. خلاص. أرجوك تقولي لي سامحتك عشان أعرف إنك سامحتيني. سامحتك.